طبعا قناه ابو ظبي من القنوات الكبيره يعني بالنسبه للقنوات الرياضيه العربيه، فهي من قنوات الصف الاول يعني، فطبعا تبقى حاجه كويسه على الاقل نعرف نتفرج عليها احنا هنا بدل ما بتكون مشفره. ابو ظبي كشبيه لك الصوره واضحه والله ما نكذبش عليك، هي والمعلقين. قنوات ابو ظبي الرياضيه في السابق عرفت النجاح، هذا مش من توا، ان شاء الله نتمنى الحظ والتوفيق والنجاح. قناه ابو ظبي مميزه جدا بالاخراج والمحللين في الاستوديو بتاعهم، ودي ميزه كويسه جدا، وان هي تبقى مفتوحه كمان للشعب المصري كله، دي ميزه ثانيه افضل كتير جدا. صراحه قناه ابو ظبي شيء كما نعرفوا عليه وكما يعرفوا عليها المغاربه جميع، لا كبار لا صغار، لا صراحه من احسن القنوات ديال التلفازه. باش تكون امام رهان كبير واعطى صوره جيده عن هذه المسابقه، وايضا توفير كل المعطيات، وايضا ان شاء الله تكون الصوره متميزه، ان شاء الله تكون شبكه المعلقين من احسن ما هو موجود في الوطن العربي. خبره كبيره جدا لقناه ابو ظبي في استضافه ويعني تقديم البطولات العالميه، لها تجارب كبيره جدا سابقه، شفناها في كاس العالم للأندية، شفناها في يعني بطولات مهمه جدا على المستوى العالم، متميزه في جوده الاخراج جوده الصوره. جميع المغاربه كيشهدوا في النقل التلفزيوني ديال كاس العرب الديربي الشهير ما بين الرجاء والوداد 4-4، برامج حواريه، كاميرات عاليه الجوده. اصابت في اقتناء حقوق بث هذه المسابقه القاريه في ظل المنافسه الكبيره من القنوات العربيه، اصابت في اختيار نقل هذه المسابقة. تحت البطولة على القنوات المفتوحة دي بي 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 بيعمل على انتشار القنوات أكتر وانتشار البطولة أكتر. قناة أبو ظبي قناة عريقة، يعني لها من الإمكانيات البشرية المادية واللوجستية الكافية ليعيش المشاهد العربي هذا الحدث بكل جوانبه بكل كواليسه. قناه ابو ظبي هتقدم ان يكون القناه الماتش مفتوح تمام ومش مشفر، فبالتالي ان في بيوت كتيره مصريه تتفرج على الماتش بس، فهي فكره كويسه جدا يعني، فكره عظيمه. قناه عالميه معروفه وعرفنا اكثر حاجه في كاس العرب اللي كانت مشاركه فيه الرجاء الوداد، هذه كاس اللي داز فيه الرجاء داز فيه الكاس، ما فينا عرفنا بزاف. احنا جربنا ابو ظبي في احداث عالميه كتيره وشفنا بطريقه البث ده حتى مباراه الاهلي والزمالك في السوبر المصري، بنلقى فيها كميه متابعه عاليه جدا من جوده التصوير، من ارضيه ملاعب جميله، من المذيعين بينقوا حتى الحياديه في التحليليه في المحللين. عندهم النقل مباشر يعني في الكاليتي اللي نبغيو حنا، وزياده عن ذلك هو الجوده ديال التشديه، المعلقين اللي كاينين في ابو ظبي صراحه مزيانه.